بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر في جميع المجالات